بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في موضوع تسمية المركبات الحلقية. طبعا درسنا الأساسي إن شاء الله حيكون عن تسمية السبايروهيتيروسايكليك كومباوندز، لكن إحنا زي ما طلبنا منكم إنه ممكن تحضروا إلنا من المجلات الحديثة مركبات نشرت حديثا، نشوف كيف الناس سموا هذه المركبات، كيف احنا فعلا هل ما تعلمنا من تسمية يكفي لان يعني نسمي المركبات بطريقة سليمة، وحتى ممكن بطريقة ناقدة، بمعنى اذا هم ارتكبوا خطأ معين احنا ممكن نقول انه في هذه المنطقة هم عملوا خطأ معين. الان هذا مركب جابته زميلتكم من مجلة موليكيولز، منشور بال 2015، يعني شيء حديث جدا، وكاتب الاسم يفترض زي ما هو موجود في المجلة. أنا شوية ملاحظ أنه هي حتى مغيرة الاسم أو محتجة على الاسم. إذا خلينا نشوف وين يعني الإشكال، هل فعلا التسمية اللي موجودة صحيحة ولا لا. هذا فيوز هيتيروسايكليك كومباوندز كمراجعة للكلام اللي أخذناه. الآن لو كنا بدنا نسمي هذا المركب اللي موجود امامنا، حنلاحظ انه احنا بنحكي عن حلقتين، هدول الحلقتين فيهم نيتروجنز اوف ذا سيم سايز، التنتين حلقات سداسيه، وبناء على ذلك القاسم اللي بينهم انه هذه الحلقه فيها اربع ذرات من النيتروجين، بينما هذه الحلقه فيها ذرتين، ولاحظوا انه هذه النيتروجين تتبع الحلقتين. بناء على ذلك البيس كومبوننت اللي حتكون موجودة عندي هي الحلقة هذه، ولما بدي أشتغل بدي أقول A B C D E F، هذا بالنسبة للروابط اللي موجودة في البيس كومبوننت. وطبعا واضح إنها فيها أربع ذرات نيتروجين، إذا هي تترازين. الآن هذه الحلقة فيها ذرتين نيتروجين على موقع 1 و3، إذا هذه الحلقة بيريميدين، ولو كنا بدنا نحط أرقام 1 2 3 4 5 6، فلو إحنا جينا في الأول نشوف الفيوجن بأي شكل موجود، حنلاحظ إنه الفيوجن من هنا في بي، ومن الفيوجن من هنا 1 2. فلو بدأنا بهذا الشكل التسمية، هذا التترازين لو كنا بنعطي أرقام 1 2 3 4 5، إذا هذا 1 2 4 5 تترازين. الآن هذا ال 1 2 4 5 تترازين عامل فيوجن من الرابطة بي، الآن مرتبط مع البيريميدين من 1 و2، إذا هذا حيصير بيريميدو، البيريميدين بيريميدو 1 2 B 1 2 4 5 تترازين. هذا اسم الحلقتين من ناحية الفيوجن. الآن في عندنا سبستيتيوانس، هذه السبستيتيوانس بدها تتبع نظام ترقيم خارجي، والقاعدة الأولى في نظام الترقيم إنه يكون عندي أقل أرقام للهيتيرو أتومز. فلو أنا اتحركت من هذا الموقع، لاحظوا اجمعوا معنا الهيتيرو أتومز من هذه النقطة كنقطة بداية حتكون على 1 2 4 5 6 7 8 9، واضح؟ 1 2 4 5 9. الآن لو كنت بدي الهيتيرو أتومز من هذا الموقع، حتكون على 1 3 4 5 3 1 2 3 4 4 برايم 5 6 7 8 9، واضح؟ أنو الترقيم اللي أقل؟ الترقيم هذا من ناحية الهيتيرو أتومز. طالما الهيتيرو أتومز عملوا فرق عندي، ما بروحش أطلع على القواعد الثانية المتعلقة بالفيوجن، كربون زوما إلى ذلك.
واضح؟ ولذلك بدي ألتزم بالترقيم من هنا واحد. طبعا البعض اللي بيقول القاعدة بتقول مع عقارب الساعة، مش مشكلة، احنا بنعمل فليبنج لهذا الجزء، بنصير بنلف مع عقارب الساعة. هذا الكلام وضحناه. حتى لو بين ظاهريا انه انا هنا بشتغل عكس عقارب الساعة، لكن مجرد ان اعمل للمركب فيرتيكال فليبنج بصير مع عقارب الساعة، بصير ماشي مع القواعد تماما. 4 5 6 7 8 9. الآن بنقدر نحط السبستيتيونز. أنا بتهيألي هي ربما الأخت كانت مخربطة في هذه النقطة، كانت مفضلة هذا الترقيم، لكن أنا لا أرى ما ترى هي. يعني ترقيم المجلة هو الترقيم الصح، والترقيم اللي اقترحته هي هو ترقيم إيش؟ أعلى. وإحنا بدنا ناخد الهيتيرو أتومز as a set كمجموعة يكونوا إيش؟ أقل ترقيم. واضح؟ وبناء على ذلك لما بدنا نيجي نحط المجموعات، ما فيش داعي نضيعوا الوقت كتير، حتبين الفنل على موقع واحد. الآن هذه المجموعة إيش بدنا نسميها؟ بدنا نحطها بين قوسين بترقيم تاني، 2 برايم هيدروكسي فينيل. الآن هذه 4H وهذه 6O بتظهر في آخر المركب. هنا حيكون 1H لأنه هذه ساتيوريتد. هنا حيكون عندي 8 ميثيل. كل هذا الكلام بتهيألي بنقدر نحطه ونرتبه ألفابيتيكال. لو اطلعنا على الجزء الأخير حنلاحظ أنه هو معبر عن الأون في نهاية الاسم. هنا كاتب 6 4H On. وهذا احنا بتهيألي أخذنا كيف نعمله. الأون على موقع 6 ووجودها هنا عمل كمان 4H، وهذه بتضلها 1H. واضح؟ كل هذا الكلام حاطه، ولذلك بنلاحظ انه الاسم عنده 3. نقرا الموجود 3 2 هيدروكسي فينيل 8 ميثيل 1 فينيل 1 اتش بيريميدو 1 2 بي 1 2 4 5 تترازين 6 4 اتش اون. هو اللي بيستعملوا هذا النظام اللي بحطه اون بحطه بين قوسين الاتش الاقرب عليها اللي موجوده بسببها. فلما حط 6 4 اتش اون ضل عنده ايش؟ 1 اتش. ممكن عند ناس ثانيين تلاقوهم كتبوها بطريقه مختلفه، ممكن يكتبوا 6 اوكزو و 1 4 داي هيدرو. ممكن يكتبوا 6 اوكزو في مقدمه الاسم و 1 4 داي هيدرو، بس واضح انه الاسم بالطريقه اللي حكيناها سليم. هذا موجود للناس اللي بحبوا يراجعوه في مجله موليكيول سنه 2015 صفحه 2591. اي حد بحب يراجع المثال بيقدر يشوفه من هذه المجله، اي حد بحب يراجع هذا المثال بيقدر يشوفه من هذه المجله. طبعا بالتاكيد انا بعتبر يعني شيء جيد بالنسبه لكم انه تقدروا تشوفوا امثله زي هذه، اشياء ما كناش بنعرف كيف بتتسمى قبل اسبوعين ثلاثه، قبل محاضرتين. الان يعني الحمد لله صار في عندكم خبره في تسميه الفيوز هيتيروسايكليك كومباوندز. اذا بقرا اسم بحس انه هذا الاسم مش غريب، بقدر اني افهم هذا الاسم. الان نيجي لشيء جديد في موضوع التسميه، موضوع السبايرو هيتيروسايكليك كومباوندز. السبايرو هيتيروسايكليك كومباوندز زي ما اتفقنا انه هم حلقتين بيكونوا مشتركين بكربون، وعاده بيكون حول الكربون تتراهيدرال ارينجمنت بهذا الشكل، يعني ما بيكونوش بلانر، بيكونوا في تتراهيدرال ارينجمنت بهذا الشكل. واضح؟ الان كيف
بنسمي السبايرو هيتيرو سايكل كومباوندز. لو احنا اطلعنا بالتاكيد احنا على السبوره بنرسمهم بلانر، لكن كفهم في مخنا لازم يكون واضح عندنا انه فيهم واحده في مستوى اللوح وواحده عموديه على مستوى اللوح بهذا الشكل. واضح؟ الان لما نيجي نسمي هذه المركبات بدنا نكتب كلمه سبايرو. في البدايه بدنا نكتب كلمه سبايرو. بعد هيك بنيجي بنحط بين قوسين في كل حلقه عدا الذره اللي هي السبايرو اتوم الكربون، يعني هذه نتخيلها مش موجوده. كم ذره يوجد عندي هنا؟ 1 2 3 4. هنا 1 2 3 4 5. فلاحظوا الحلقة الخماسية عدا السبايرو أتوم فيها كم ذرة؟ 4. الحلقة السداسية عدا السبايرو أتوم فيها كم ذرة؟ 5. الآن بحط عدد الذرات بدون السبايرو أتوم. واضح؟ ففي عندي 4 و5. مين اللي بذكره دائما في الأول؟ الأصغر. الأصغر. فلما أنا أكتب سبايرو 4 5 4.5، هيك طريقة التسمية 4.5، عطول أي وحدة بدها تشوف هذا الكلام. وأجي أسأل سؤال على السريع، هذه الحلقة هدول الحلقتين إيش نوعهم؟ بدها تقرأ الأرقام اللي هان وتزيد على كل واحد وحدة، تقول هدول حلقتين خماسية وسداسية. واضح؟ لو كتبت هان 3 و4، إذا أنا بحكي عن حلقتين رباعية وخماسية، دائما الرقم اللي هنا أقل من حجم الحلقة بواحد، لأنه لما إحنا كتبناه لغينا إيش؟ السبايرو أتوم. الآن بعد هيك بناخد العدد الكلي للذرات. الآن العدد الكلي ممكن تلاقوه بطريقتين، إنه تبدو تعدوا 1 2 3 كذا لحد ما تشوفوهم، 10 ديكين، 9 نونين، 8 أوكتين، وهكذا. طبعا ممكن طريقة أسهل، إذا واحدة كانت متأكدة من هدول بإمكانها تزيد عليهم واحد اللي كنا خصمينه. يعني هنا 4 و5 9، إذا اللي موجود عندي حقيقة 10، فالمركب نونين. نونين يعني قديش؟ ديكين. نونين 9، ديكين 10. ديكين 10. واضح؟ يعني لما بدكم تعرفوا شو هذه، إذا عرفتوا اللي هان بزيادة واحد. حيجي الآن كيف بدنا نبدأ نرقم عشان نحط أتومز. يعني بعد شوية بدي أجي أحط اللي هان نيتروجينة، هان أكسجينة، هان كذا. الأكسجين أحط لها أوكزا، النيتروجين أحط لها آزا، السلفر أحط له ثايا، السبستيتيوانس اللي موجود على الخارج أكتب 3-methyl-4-phenyl وطفر. كيف بدي أعمل كل هذا الكلام؟ هتلاحظوا أنه أنا محتاج إلى ترقيم ألف حوالين كل هدول الذرات. كيف بدي أعمل الترقيم؟ اللي حدد من خلاله الهيتيرو أتومز اللي موجودين في داخل الحلقات والسبستيتيوانس اللي محمولين على هدول الحلقات. في البداية إذا كان عندي الحلقات مختلفة فالترقيم سيبدأ من الحلقة الأصغر وسيبدأ مجاورا للسبايرو أتوم. إذا كم احتمال عندي بيكون موجود للترقيم في هذه الحالة؟ احتمالين، لأنه أنا لما أقول الأصغر هاي السبايرو أتوم إما من هنا أو من هنا. واضح؟ إما من هذا الموقع أو من هذا الموقع. الآن من وين بدي أبدأ؟ بدي أبدأ تقريبا حسب مجمل القواعد اللي تعلمناها في التسمية في الكيمياء العضوية، إني أخلي الهيتيرو أتومز أقل ما يمكن. بعد هيك لو الهيتيرو أتومز أقل ما يمكن أخلي الدبل بوند تبين أقل ما يمكن، وهكذا. يعني لاحظوا في هذا المثال لو أنا بديت من هان 1 2 3 4 5 أو من هان 1 2 3 4 5 ما فيش فرق. واضح؟ في هذا المثال تحديدا فيش فرق، لكن لو افترضت هنا كانت ذرة نيتروجين، إذا أنا إجبارا بدي أبدأ من هان، بقدرش أبدأ من هذا الموقع. واضحة الفكرة؟ الآن مشينا 1 2 3 4 5 وصلنا للسبايرو أتوم.
مرة تانية حنلاقي نفسنا أمام مفترق طرق. إنه أنا بعد السبايرو أتوم أو هانا بعد السبايرو أتوم قلت خمسة هان بدي أنزل ستة من هان وأستمر ولا ستة من هان وأستمر. نفس القواعد العامة اللي تعلمناها في الأورجانيك، أقل هيتيرو أتومز. ولذلك لما أنا وصلت هانا لنمرة خمسة، إذا بديت من هان ستة حخلي الهيتيرو أتوم على عشرة، إذا بديت من هان ستة بتكون الترقيم الأقل. واضح؟ ولذلك الترقيم تبع حيمشي 6 7 8 9 10، فحيصير هذا المركب الاسم تبعه كاتبينه احنا ولا مش كاتبينه؟ سبايرو 4 5 5 كلهم 10 ديكين 6 اوكزا. واضح؟ بهذا الشكل بنعمل التسمية تبعتنا. الآن حنشوف عدة أمثلة متدرجة، حنشوف عدة أمثلة متدرجة توضح لنا كيف نتحرك في هذا الترقيم اللي بلف حوالين الجزئين. هاي عندي مثال جديد. الآن هذا لما بدي أسميه لازمني أقول سبايرو القوسين. الآن ثلاث ذرات عدل سبايرو أتوم وأربع ذرات، إذن هذا حيكون سبايرو 3 4. لما بدي أقول كل الذرات 3 و4 7 زدوها 1 8 أكتين، إذن هذا سبايرو 3 4 أكتين. الترقيم إذا الحلقات مختلفة يجب أن يبدأ من الحلقة الصغيرة بجوار السبايرو أتوم، 1 2 3 4 أو 1 2 3 4 في هذا المثال فيش فرق. وصلت لأربعة، الآن الخمسة أخليها سلفر ولا أخليها كاربون؟ سلفر. ولذلك هان كتبنا 5 ثيا سبايرو 3 4 أكتين. تالي واضح هذا المثال. ناخذ مثال ثاني. الآن هذا المثال ربما مش مكتوب الاسم تبعه. لما بدي أبدأ أسمي مباشرة عندي كلمة سبايرو والقوسين كم ذرة هنا عندي؟ 1 2 3 4 5 3.5 3 و5 8 مع السبايرو أتوم 9 إذن نونين. سبايرو 3 5 نونين. الآن بدي أعمل الترقيم اللي يبين لي وين موجودات الأكسجين والسلفر فيه. واضح؟ طبعا بالتأكيد حابدأ من الحلقة الأصغر 1 2 3 4 لحد الآن تمام. الآن بدي أجي على نمرة 6 هيتيرو أتوم واللي بعدها يمكن بتطلع على 9 أو على 6 عفواً على 5 هيتيرو أتوم على 9 وعلى 5 هيتيرو أتوم على 9. الآن حتيجوا لأنه أخذتوا أنتوا أنه الأجزة طالما تساوي الاحتمالات في الهيتيرو أتوم نمبرز أنه الأجزة أولى، ولذلك إجينا من هان عشان نخلي الأكسجين على 5 والسلفر على 9 لأن الأكسجين لها أولوية على السلفر. فهذا لما بدنا نسميه حيصير 5 أجزة 9 ثيا سبايرو 3 5 نونين. واضح؟ نشوف أمثلة إضافية حتى نرسخ هالمفاهيم. هتلاحظوا إنه القواعد في الأورجانيك كيمستري يعني مضطردة وبتتكرر. يعني الآن لما بدي أجي أسمي هذا المركب واضح إنه عندي سبايرو وحلقة سداسية وسداسية، يعني عندي أنا 5 كاربونز 5 كاربونز، فقلت سبايرو 5 5 5 و5 10 بزيادة 1 يونديكين. أوكي؟ الآن جبتها، من وين بدي أبدأ الترقيم؟ حلقة سداسية وسداسية، لكن الواحد اللي من هنا بيخلي الأكسجين على نمرة 2، الواحد اللي من هان بيخلي الأكسجين على نمرة
أربعة. الواحد اللي من هان بخلي الأكسجين أعلى كتير، الواحد اللي من هان هيك بخليه أعلى كتير، بدي أقل أكسجين طالما كل شيء متساوي. ولذلك تم الاختيار السليم إنه الواحد من هان 1 2 3 4 5 6. طبعا هنا ما فيش فرق في الاحتمالات، بأي طرق بنمشي. إذا هنا صار 2 أوكسا سبايرو 5 5 يونديكين. هاي مثال تاني. الحلقات اللي موجودين عندي حلقة خماسية وخماسية، يعني حيحطوا أربعة وأربعة، سبايرو 4 5 4 4، وبدي أزيد عليهم واحد نونين. الآن لما بدي أجي أرقم، هذه خماسية وهذه خماسية، هذه فيها أكسجين وكربون، هذه فيها سلفر وكربون، مين اللي حاطيها الأولوية؟ الأكسجين. فأقول 1 2 3 4 5، وصلت 5، ممكن أنزل هيك 6 أو هيك 6، بدأ على الهيتيرو أتوم أقل ما يمكن. ولذلك هذا بده يصير 1 أوكسا 6 ثيا سبايرو 4 4 4 4 نونين. ناخذ كمان مثال. المثال اللي عندنا هذا واضح انه بسيط، في فرق في الحلقات خماسية وسداسية. اذا حيبين عندي 4 و5، سبايرو 4 5 ديك، في دبل بوند حيصير ديكين، ولو كانوا تنتين ديك داين تراين، لكن موقع الاين يتبع الترقيم العام. بدي اصبر عليه شويه. الان في الترقيم العام يجب ان ابدا من الحلقه الاصغر. عندي اكسجين وكربون، اكيد حقول اكسجين 1 2 3 4 5. الان بعد هيك كربون وكربون، لكن اذا تحركنا بهذا الشكل انا بخلي الدبل بوند اقل ما يمكن. واضح؟ الدبل بوند أقل ما يمكن اللي هي 6. واضح؟ وبناء على ذلك بأعمل بهذا الشكل، حيصير عندي 1 أوكسا سبايرو 4 5 ديك 6 إين. يعني الإين أو الدبل بوند وين موجودة؟ على نمرة 6. الآن بده يضل في بالكم شغلة، إنه هذه القواعد بناخدها مرتبة، يعني الدبل بوند ما بتسبقش الهيتيرو أتوم. الدبل بوند ما بتسبقش الهيتيرو أتوم في إنها تحدد المواقع. هذا المثال اللي بعد بيجيب تطبيق مباشر على هذه النقطة. يعني إحنا عندنا حلقة خماسية وسداسية، إذا كتبنا 4 5 سبايرو 4 5 ديك، وفي عندي دبل بوند ديكين، لكن وين الإين؟ الآن من هنا الترقيم من الحلقة الأصغر 1 2 3 4 5. الآن عند الخمسة وقفت، هل يا ترى بدي أروح أخلي الهيتيرو أتوم أقل ما يمكن ولا الدبل بوند أقل ما يمكن؟ الجواب بالتأكيد الهيتيرو أتوم. إذا الهيتيرو أتوم بتحل المشكلة، بتطلعش على الدبل بوند. ولذلك حطينا 6 اللي تخلي الهيتيرو أتوم أقل ما يمكن. فضمن هذا الكلام لما صار 6 أوكسا سبايرو 4 5 ديك، بداية الدبل بوند وين صارت؟ عند 9، فصار عندي 9 إين. فإذا كان التنافس بينكم في تحديد المواقع بين الهيتيرو أتوم وبين الدبل بوند، الهيتيرو أتوم أولى. طبعا لاحظوا هنا أنه أنا بأتعامل مع المركبات هذه على أساس أنه كأنها الكينز، وقد ما بنوجد دبل بوندز بحددهم، يعني واحدة دبل بوند إين، تنتين ضايين، تراين، تتراين، ما بيجيش عندي قصة الأتش والداي هايدرو وما إلى ذلك. أنا نسبت المركب لإيش؟ لألكين. نسبت المركب لألكين عادي، وهذا ربما شفتوه في أول مثال اللي هو الهيدروكربون، هذا اللي فيش فيه هيتيرو أتوم، ديكين، ألكين عادي، ألكين عادي. بهيك تقريبا بيكون استعرضنا فكرة لا بأس بها عن تسمية السبايرو هيتيرو سايكليك كومباوندز، وبننهي بهذا الأمر الجزء العام اللي احنا رغبنا انه يكون موجود عندكم في موضوع تسمية المركبات العضوية. طبعا ان شاء الله بعد هيك حنتحول الى تحضير المركبات الحلقية غير المتجانسة.